في رسالة من حمدي فتحي لجمهور النادي الأهلي نروح نشوفها، يلا. شكر جمهور النادي الأهلي طبعا انهم واقفين جنبي الفترة اللي فاتت كلها، يعني مش حتى بعد ما اتصبت، يعني هم دلوقتي كمان واقفين جنبي اكتر، واوعدكم ان شاء الله ان انا هرجع اقوى واحسن من الاول، يعني ان شاء الله.